نتابع في الملف السوري. السبت المقبل قد يكون آخر يوم في محادثات جنيف الرابعة، ولا شيء في الأفق ينبئ بقرب التوصل إلى أرضية وفاق بين الفرقاء السوريين، بل على العكس تماما، موسكو ودمشق تتهمان الهيئة العليا للمفاوضات بعرقلة جهود التسوية، والمعارضة كما تابعنا قبل قليل توجه أصابع اتهامها إلى النظام بالمراوغة والمناورة، والمنصات المختلفة تتسابق هي الأخرى إلى التنصل من أي مسؤولية عن الإخفاق المحتمل. أمام هذا المشهد كله هناك من يعقد أملا ولو ضئيلا على مفاجآت اللحظة الأخيرة وعلى اختراق يمكن أن تحمله أو أن تحمله ساعات ما قبل إعلان الفشل. لمناقشة هذا الموضوع معنا من جنيف مستشارة الهيئة العليا للمفاوضات السورية مرح البقاعي، معنا من القاهرة أيضا المتحدث باسم قوات النخبة السورية الدكتور محمد شاكر. أذكركم مشاهدينا أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال إرسال أسئلتكم واستفساراتكم على موقعينا تويتر وفيسبوك. مرحبا بضيفين، سأبدأ معك سيدة مرح من واشنطن أو من جنيف هذه المرة، مساء الخير. تابعنا قبل قليل السيد في جنيف تابعنا قبل قليل السيد نصر الحريري الذي على ما يبدو ما زال يتحدث في هذا المؤتمر الصحفي. قبل ذلك أيضا تابعنا الدكتور بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية. على الأقل مما يمكن أن نستشفه للوهلة الأولى هو أن الجميع على وشك الإعلان عن فشل هذه المفاوضات هذه الجولة، هل هذا استنتاج في مكانه برأيك سيدة فرح أو مرة؟ مساء الخير أستاذ مهند ولضيوف ومشاهدين محطتكم الكريمة. أنا لا أعتقد أن المعارضة ستعلن فشلها أبدا، ولا تعلن أنها ستنسحب، ولن تعلن أنها ستنسحب من المفاوضات. صحيح أننا الآن في الأسبوع الثاني من جولة جنيف الرابعة، لكننا قدمنا كل ما طلب منا، وكنا قد قدمنا أيضا كل وثائقنا قبل أن نأتي إلى هنا، وثائق الانتقال السياسي، تجاوبنا مع السيد مستورة في كل معطياته وفي كل الأوراق التي قدمها، قدمنا أجوبة عنها. نحن جاهزون هنا منذ أسبوعين بكل طاقتنا وبكل وفدنا وبكل مستشارينا، ونتابع الاجتماعات ونحضر كل الاجتماعات، والحوار السوري السوري قائم في كل مستوياته. فالفشل يمكن أن يحدث من الطرف الآخر وليس من طرفنا. هناك أسباب أخرى للفشل، هو غياب الإرادة السياسية الدولية وليس من أصدقاء سوريا. أصدقاء سوريا أو مجموعة الكور جروب هم في حالة استنفار لدعمنا، لكن هناك دائما أطراف معطلة، ونحن نعرف تماما ما هي الأطراف المعطلة. للأسف هي أطراف ضامنة ومعطلة في نفس الوقت. طيب سأنتقل إلى الدكتور محمد شاكر في القاهرة. مساء الخير دكتور، مرحبا بك معنا. السيد بشار الجعفري اليوم حمل الهيئة العليا للمفاوضات المسؤولية وقال إنها تأخذ المفاوضات رهينة بسبب رفضها إدراج موضوع الإرهاب على جدول الأعمال. دعني أسألك سؤال يعني بسيط، لماذا لا تقوم أو يقوم طرف الهيئة بالقبول بهذا البند كبند رابع وإحراج وفد الحكومة والمضي في هذه المسارات بشكل متوازي على أن يتم بحث الانتقال السياسي، الدستور، الانتخابات ومكافحة الإرهاب بشكل متوازي؟ هل هذا الخيار مطروح بالنسبة للمعارضة برأيك؟ أولا مساء الخير، مساء النور، وكل التحية لضيفتك الكريمة. سؤال دقيق جدا، وكأنك أستاذ مهند ترجع حيز كبير من الفشل الذي تحدثنا به قبل انطلاق المفاوضات ومعك شخصيا على شاشتكم، بأن جنيف أربعة يبدو يعني فاشل يعني مسبقا لسببين، يعني عدا الاستقطابات الحادة داخل المعارضة السورية والاستقطابات أيضا بين المعارضة والنظام وأيضا الاستقطابات الدولية. يعني هناك نقطة ثانية، يبدو أن المتفاوضين أو بالأحرى أنت سألتني عن الهيئة العليا للمفاوضات، يبدو أنها يعني لا تحتاج إلى ترجمة لغوية بقدر ما تحتاج إلى ترجمة فكرية لما يريده القرار 2254 وما يتحدث به دمستورة. وأنا كنت أتمنى على زملائنا في الهيئة أن
يستفسر هذه الأمور قبل الذهاب إلى المفاوضات حتى لا نقع بمضيعة جديدة للوقت وتكون مدخلاً للنظام لأن يعلق شماعات كشماعة الإرهاب التي أسميتها. دمستورة بصراحة أستاذ مهند يعني عندما قدم لفشل جنيف في مؤتمر ميونخ للأمن قال ليس لدي ما أقدمه لكم، وأرجع ذلك للموقف الأمريكي الذي أعلن عنه المبعوث الأمريكي ماك غورك بأنه سيكون براغماتيا ولا يتوقع أحد شيئا من جنيف أربعة لأننا الحل الذي نبحث عنه لا يرضي أحد. هذا من ناحية، هاي من ناحية الاستقطاب الدولي النقطة الأولى التي سألتني عنها. النقطة الثانية هي ما هي فهم الهيئة العليا للمفاوضات القرار 22-54؟ ما زالت هيئة الرياض تتمسك بجنيف واحد، ودعني أقول لك بصراحة وبجرأة جنيف واحد صفحة قلبتها التحولات الجيوستراتيجية الدولية سواء على الأرض السورية أو سواء على التجاذبات الدولية بين الدولتين العظمتين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، والتجاذبات أيضا الإقليمية بين الحلفاء، بين من كانوا أعداء الأمس وأصبحوا حلفاء اليوم روسيا وتركيا. الهيئة الرياض لا زالت تفهم القرار 22-54 وهذا واقع بصراحة لا نستطيع أن نتجاوزه. وأنا أفسر لك القرار من تتحدث عن انتقال سياسي يعني يتضمن مسألة نقل الحكم. المعارضة المسلحة لو أنها كانت قادرة على إقصاء الأسد بالسلاح لما جاءت إلى المفاوضات. طيب. إذن عملية المفاوضات تتحدث عن حوكمة أستاذ مهند. تتحدث عن حوكمة، ثم أن دمستورة في بداية الأمر لم يطرحها، طرح الانتخابات الدستور. طيب. وطرح الانتخابات. نعم بس يعني للإنصاف دكتور محمد، يعني عندما أعلن السيد دمستورة في بداية هذه الجولة في الجلسة الافتتاحية مرجعيات هذه الجولة، تحدث عن 2-2-5-4 وتحدث عن أمور ثلاثة على جدول الأعمال: الانتقال السياسي، الدستور، والانتخابات. لم يتحدث عن مكافحة إرهاب، لا على العكس، هو قال إنه مسائل مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار لها مسار اسمه مسار أستنا يمكن بحث هذه القضايا فيه. يعني السيد دمستورة كان واضحا فيما يتعلق بما يجب بحثه في هذه الجولة. سيد أمرح، ما رأيك في النقطة التي أثرتها في سؤالي للدكتور محمد بأنه لماذا لا تقبل المعارضة بمسألة إدراج بند مكافحة الإرهاب ضمن البنود الثلاثة، جعله بند رابع وأن يسير بالتوازي مع معالجة القضايا الأخرى؟ سيد مهند، الأستاذ دكتور نصر الحريري رئيس الوفد المفاوض صرح تصريحا واضحا في مؤتمر صحفي سابق له، أعتقد كان منذ يومين، أدان بشكل واضح كل أشكال الإرهاب، إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام السوري، وإرهاب الميليشيات الطائفية، وإرهاب القوى الظلامية من داعش وأخواتها، وإرهاب جبهة النصرة. كان هناك إدانة كاملة ورفض كامل الإرهاب وفصله تماما عن المقاتلين المعتدلين من أطراف الجيش الحر الذين يدافعون عن المدنيين، وهم كلهم مقاتلين معتدلين، وهم فعلا انتظموا جميعا في مسار الأستانة من أجل تأكيد وقف إطلاق النار. وهناك ممثلين سياسيين عنهم ومستشارين سياسيين وإعلاميين موجودين مع الوفد المفاوض هنا ومع الهيئة العليا ومع المستشارين العامين والإعلاميين من أجل تحديد المسارات هنا في جنيف. فما تفضل به الأخ أن الهيئة العليا المفاوضات متشددة هذا ليس صحيحا. الهيئة العليا المفاوضات جاءت هنا لتساعد السيد دمستورة على تطبيق القرارات الأممية التي وضعتها المنظمة التي ينتمي إليها. نحن نتمسك ب2254 لأن المجتمع الدولي يتمسك ب2254، و2254 هو أحد مخرجات جنيفا كومنيكي أو بيان جنيف في عام 2012، لا ينفصل عنه لكنه هو أحد مخرجاته. ومجرد إضافة بند الإرهاب بما يسلى السلة، ونحن ما لا نعرف من أين أجت يعني أتى
تعبير أو مصطلح هذا السلاح. نحن لدينا مسارات ثلاثة. المسار الأول هو الانتقال السياسي بانتقال حقيقي وعادل وشامل يشمل كل أشكال الحياة السياسية في سوريا، ثم الدستور، والدستور الذي يقرره الشعب السوري وتكتبه لجان دستورية منتخبة وليس مقررا من أي جهة خارجية ولا حتى أفكار عامة، هذا مرفوض بالنسبة لنا بشكل كامل. ثم الانتخابات العامة بمراقبة دولية. وعندما افتتح السيد مستورة المؤتمر هنا أو الجولة الرابعة من جنيف كان واضحا جدا أن المرجعية هي 2-2-5-4. ماشي سيد مرح، أنا ما قصدت من سؤالي هو من لماذا لا يقوم ولا نتراجع عن القرار الدولي. جيد، ولكن لماذا لا يقوم وفد الهيئة بقطع الطريق على وفد الحكومة ويقول طيب سنناقش موضوع بند مكافحة الإرهاب كمسار رابع موازي للمسارات الثلاثة الأخرى؟ أصلا السيد دمستورة كان واضحا إذا لم يتم الاتفاق على شيء على كل شيء فلن يتم الاتفاق على شيء واحد، يعني المسألة واضحة حتى يتم سحب البساط من تحت وفد هذا تراجع في موقف دمستورة. لماذا لا تقول الهيئة وافقنا على بحث هذا الموضوع على أن يبحث الانتقال السياسي في الوقت نفسه؟ لأنهم إذا قبلوا منا أن نغير نحن في 2-5-4 ونغير في مخرجاته يمكننا أن نقبل أن يغيروا في مخرجاته. يعني لماذا الكيل بمكيالين؟ نحن جئنا هنا ملتزمين بالقرار الدولي، لماذا تم تفجير هذا الأمر مع أننا أدلنا الإرهاب وقلنا أننا صفا واحدا مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب؟ لكن هناك انتقال سياسي سينهي إرهاب الدولة وهو الإرهاب الأعظم، الإرهاب المنظم الذي يمارسه النظام السوري. من يملك الطائرات التي تقصف بكل أنواع الأسلحة بما فيها الكيميائي؟ من يملكها؟ من يملكها سوى النظام الذي يمارس هذا الإرهاب؟ عندما نحقق الانتقال السياسي العادل نكون قد قضينا على الجزء الأكبر من الإرهاب، وسنساعد عندها أن التطرف سيتقلص، لأن التطرف هو رد فعل على إرهاب الدولة بكل بساطة. كلما كان هناك إرهاب من طرف يكون هناك إرهاب من طرف آخر، عندها سنركز تماما على مكافحة الإرهاب. طيب. وسيكون مساره موازيا لمسار الانتقال السياسي، لكن هذا الكيل بمكيالين غير مقبول ومرفوض، كما هم يرفضون أن نفسر نحن القرارات الدولية بأشكال أخرى. طيب دكتور محمد، يعني الموقف الروسي حقيقة موقف لافت للانتباه. بعد اجتماع السيد جاتيلوف مساعد وزير الخارجية مع وفد المعارضة كان لافتا أن تخرج المتحدثة باسم الخارجية الروسية لتقول أنه بناء على نتائج الأيام القليلة الأولى المحادثات تثير الشكوك بشأن قدرة ممثلي المعارضة السورية على إبرام اتفاق، وتقول أنه يعني ترفض الهيئة العليا للمفاوضات، حتى قالت هي ترفض ما يسمى الهيئة العليا للمفاوضات التعاون بشكل متساوي مع منصتي موسكو والقاهرة وتفسد عملية الحوار الشامل. يعني موقف إلى حد ما متضارب، عندما تخرج المعارضة من هذا اللقاء وتقول التقينا مع السيد جاتيلوف وكان اللقاء بناء والأجواء إيجابية، لماذا يخرج الروس بهذا الموقف الذي يعني ينسف كل هذه المسألة؟ طبعا إضافة إلى الفيتو الذي شاهدناه قبل يومين، والآن إصرار الروس أيضا على إدراج مسألة مكافحة الإرهاب على جدول الأعمال. تعليق على الموقف الروسي فيما يتعلق بهذه المسألة. سيد الكريم، الجواب على هذا السؤال هو تكملة لما قلته لك. دمستورا صر يعني يقول للمعارضة شيء ويقول في المجتمع الدولي شيء ونحن نتابع تصريحاته. يعني لم دمستورا صرح الكثير من التصريحات قبل أن يأتي إلى جنيف. حتى المعارضة كانت تطالب إدراج بند الانتقال السياسي، واعتبر إنجاز أمس عندما يعني تحدثت المعارضة السورية على لسان هيئة الرياض بأننا نحن الآن أمام انفراجة لأنه سيدخل بند الانتقال السياسي. الإشكالية ليس هنا، الإشكالية أن مسألة الانتقال السياسي التي أكرر التي يتحدث عنها دمستورا هي التي
يعني لم تفهمها هيئة الرياض بعد لماذا. وضيفتك الكريمة تعرف أن دمستورا قدم لهم 12 نقطة لشيء ما يشبه الحوكمة، شكل الحكم، وليس انتقال سياسي على أساس جنيف واحد. يا عزيزي، قرار 2254 تضمن ما يسمى بالحوكمة. أنا أتكلم عن نص قانوني وأتكلم باختصاصي، يعني لا أجتهد. قدم 12 نقطة، وهي أكيد قرأتها 12 نقطة، من وحدة سوريا بند واحد إلى البند 12 التي تضمن حماية البيئة، لم يتطرق على شيء اسمه انتقال سياسي أو موقع رئيس الجمهورية أو تضمن عموميات. دمستورا جاء لا يحمل في جعبته أي شيء يتعلق بالانتقال السياسي، والمعارضة تعرف ذلك. ولكن لا أدري، كما قلت أنت، لطالما قدمت هيئة الرياض الفرص من ذهب للنظام السوري منذ تبنيها القضية، يعني ما عليش، منذ تبني تركيا، يعني تركيا تتبنى نفسا معينا لا يتشابه وعقلية أو البنية الفكرية لمكونات الشعب السوري. الفصائل التي جاءت يا عزيزي تحدثت منذ بداية المحادثات بنفس اللهجة التي تحدث بها النظام. نعم، ولكن في الوقت نفسه دكتور محمد، أنت تعلم جيدا أنه مفهوم النظام لمسألة الانتقال السياسي أيضا تختلف بشكل جوهري عما هو مطروح في 2254. مفهوم النظام على الأقل كما نفهم من كل التصريحات الصادرة عن المسؤولين حتى الآن هو بقاء نظام الأسد بأشكال مختلفة. هذا هو مفهوم النظام لمسألة الانتقال السياسي. وطبعا كما أشرت، مفهوم المعارضة أو منصة الرياض أيضا له شكل مختلف. دعونا قبل أن نواصل الحوار ننتقل مباشرة إلى زميلي يوسف لإطلاعنا على بعض المشاركات من المشاهدين حول موضوع مفاوضات. نعم مهند، سريعا سنأخذ بعض مشاركات المشاهدين عبر تويتر. صافي هنا يقول: الأزمة السورية تحولت فعليا إلى أزمة معقدة بسبب عدم توحيد مطالب وفود المعارضة. نادر يقول: نظام بشار تبنى تأسيس بعض فصائل المعارضة كي لا تتوحد جميع الفصائل ويخلق الفتنة والفرقة فيما بينهم. في اتهام هنا. علاء: روسيا تتحكم بالنظام، إيران تتحكم بأتباع النظام، والفصائل المعارضة مطالبها مختلفة، وبالتالي يعني كثرت الأطراف هنا. إبراهيم: يجب أن يعلم الجميع إذا لم يتم التوصل لاتفاق ينهي أزمة السورية فإن الأزمة ستمتد والمأساة الإنسانية لسنوات طويلة. شكرا جزيلا لك يوسف. أعود إلى السيدة مرح في جنيف. مسألة مفهوم الانتقال السياسي ستبقى هذه عقدة العقد على ما يبدو، يعني حتى لو قبل النظام البحث في هذه المسألة هناك عقبات كأداء تحول دون التوصل إلى أي أرضية مشتركة في هذا الموضوع. كيف برأيك سيتم يعني التعامل مع هذه المسألة؟ يا سيدي أستاذ مهند، المفاوضات خلقت وصممت دوليا من أجل هذه التعقيدات السياسية، وإلا لما كنا هنا في جنيف. والهيئة العليا للمفاوضات التي يعني يهاجمها الزميل الموجود من القاهرة على ما أعتقد، هي هيئة مظلة موجودة بشرعية دولية، أخذت شرعيتها من فيينا، وهي مظلة لكل أطياف المعارضة بما فيها هناك ممثلين من منصة القاهرة ومنصة موسكو. ومنصة القاهرة ومنصة موسكو هم إخواننا السوريين الذين نشترك معهم في الهدف الواحد، وهو الخلاص من نظام الاستبداد في سوريا. لا لحظة، هل هذا يعني هدف مشترك سيدة مرح؟ هل هذا هدف مشترك، الخلاص من نظام الأسد؟ هل هذا هدف مشترك بينكم وبين منصة موسكو ومنصة القاهرة؟ يعني أنا لست متأكدا إذا كان هذا هو موقف منصة موسكو. انتهاء الاستبداد أستاذ مهند، لا أحد يريد العودة إلى أو الاستمرار يوم واحد في نظام الاستبداد. لا أحد منا يريد ليوم واحد أن يكون هناك نظاما لا أو يستمر نظام أمني في سوريا لا قانون فيه ولا ناظم سوى الطلقات الأمنية أو الهيمنة الأمنية. نحن متفقون على هذا الأمر، ولا أعتقد أن زملائنا في المنصات الثانية قالوا شيئا مختلف. قد تكون الأدوات والآليات مختلفة،
ولكن الهدف واحد وهو الخلاص من نظام الاستبداد في سوريا وبناء دولة تعددية ديمقراطية واحدة لكل أبنائها دولة القانون، ولا أعتقد أن أحد يختلف في ذلك. الآن نحن نقيم حوارات فيما بيننا، يعني وجودنا في جنيف كان جيد من أجل إقامة الحوارات وتذليل العقوبات. لا أريد أن أستبق الأمر أننا يعني ستنهي هذه العقبات بوقت قريب، لكن الحوار مستمر بين كل المنصات وهذا ليس سرا. طيب. دكتور محمد، ما رأيك في هذه النقطة؟ هل بالفعل هناك هدف واحد لكل هذه المنصات؟ هل هناك ما يكفي من الأرضية المشتركة لكي نقول أن والله موقف المعارضة تقريبا موحد فيما يتعلق بالهدف النهائي؟ بالتأكيد نحن نريد الهدف النهائي، ونتفق مع إخواننا في هيئة الرياض وفي منصة موسكو وكل من يؤمن بنقل سوريا من دولة شمولية استبدادية إلى دولة ديمقراطية مدنية تعددية لا تهيمن عليها مكونات إسلاموية ولا تكون تفوح منها رائحة جماعات بصراحة أجهضت الحراك المدني السوري وأدخلت جبهة النصرة، ومعروف من يقف وراءها وهي ذاتها التي تقف الآن أمام مكونات. هل عندكم مشكلة دكتور محمد مع بقاء نظام الأسد على الأقل لفترة انتقالية؟ يا عزيزي، أنا قلت لك المعارضة سواء موسكو وسواء هيئة الرياض وسواء القاهرة لو استطاعت إقصاء الأسد. لا هذا موضوع آخر، لو استطاعت كان أقصته لا شك، ولكن أنا سؤالي الآن هو هل لديكم مانع من بقاء نظام بشار الأسد لفترة من الوقت خلال سواء المرحلة الانتقالية أو حتى كما يقول الروس لإنهاء فترته الرئاسية الحالية؟ أستاذ مهند، الأداء واضح، أنت لم تقصيه عسكريا، لماذا جئت للمفاوضات؟ إذن هناك مرحلة انتقالية تضمنها القرار 2254، أما اللاواقعية ورفع السقوف هي مجرد مضيعة للوقت. يعني بصراحة يعني كمان أن تطالب الأسد أن يرحل منذ بداية المرحلة الانتقالية، وهذا مطمح يعني شخصي إلي يعني، ولكن الواقع والواقعية السياسية لا تقول ذلك يا عزيزي. نحن أصبحنا أمام استعصاء مدته 6 سنوات، أي إضاعة للوقت هو مزيد من الدم السوري. دعني أقول لك، الآن الإعلام يسمي جنيف 4 وهي ليست جنيف 4، هي الجولة الثالثة من جنيف 3، يعني 3 مراحل من الفشل لنفس التركيبة اللي هي تركيبة هيئة الرياض، وأنا مع احترامي لهم ومع تقديري لوطنيتهم، ولكن بصراحة الأداء السياسي لا ينم عن قدرة على التفاوض. يعني سيكولوجية التفاوض في هيئة الرياض تشبه سيكولوجية التفاوض لدى النظام، كلا الطرفين يعني متعنت برأيه، كلا الطرفين يتحدث، يعني أنت تابعت ما الذي يتحدثونه في الإعلام؟ هناك في علم التفاوض قواعد يا أستاذ مهند، هناك قواعد أقلها الهدنة الكلامية، لم تحقق هذه النقطة حتى تكون نية للتفاوض. أضف إلى ذلك من أهم ميزات التفاوض في العرف الدبلوماسي، والتفاوض هو أحد أدوات الدبلوماسية، أي إيقاف الحرب، من أهم أدوات التفاوض هو أن يتنازل طرف للآخر. أين تنازل الطرف عن الآخر؟ إذن مسألة المرحلة الانتقالية وبقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، دعني أقول لك، واقع سياسي بالإضافة إلى أنها واقع قانوني تضمنه القرار 2254. طيب بالمقابل، ولكن بالمقابل ما هو تنازل النظام في هذه الحالة؟ الضمانات الدول بسرعة لو سمحت. عفوا، يعني حتى لو قدمت المعارضة تنازل من هذا النوع، ما هو التنازل الذي سيقدم النظام برأيك؟ النظام محكوم بضمانات دولية تضمنها القرار 2254، عندما تكون هناك عملية انتقالية وهيئة حكم مشتركة بين الطرفين نزيهة. القرار 2254 تضمن حكم ذا مصداقية، لم يتضمن وحدة وطنية، ولم يتضمن هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية كما جاء في جنيف 1. طيب. إذن جاء القرار 2254 حالة توافقية بين جنيف 1 وبين طيب. يعني بما يؤمن مرحلة انتقالية، يعني تتلائم
والتحولات الجيوستراتيجية للاستحصاء السوري. جيد، خلينا أسمع من السيدة مرح إلى رد على هذه النقاط التي أشرت إليها. مسألة رفع السقوف سيدة مرح التي أشار إليها الدكتور محمد، وأقول أنه يعني يجب أن يكون النظرة أن تكون واقعية وألا يكون هناك موقف متعنت كما أشار إليه. ما رأيك في ذلك؟ يعني على ما يبدو هناك مطالب من هذا النوع من كل المنصات المعارضة الموجودة اليوم في جنيف. سيدي، كما تفضل ضيفك أن المفاوضات يعني أن يتنازل الطرف لطرف آخر. طبعا التنازل لا يحدث على الثوابت، حق الشعب السوري ثابت، تغيير النظام في سوريا ثابت، ما خرج إليه الشعب السوري من أجل الانتقال السياسي لدولة مدنية تعددية لكل أبنائها ومن كل أطيافها ونسيجها الاجتماعي ثابت. هذه ثوابت لا يمكن أن هذه مستوى. ثوابت سيدة مرح بالنسبة للمعارضة، ولكن هل تتوقعي من أجل أنه أن تؤكد وفد النظام ذهب إلى جنيف؟ لا لا لا، معك أنا معك، ولكن هل تتوقع أنه وفد الحكومة السورية ذهب إلى جنيف ليسلم مفاتيح دمشق للمعارضة؟ يعني لا نتوقع ذلك، ولن نذهب نحن أيضا لجنيف لنسلم أرواح الشعب السوري وما تبقى من الشعب السوري خارج المعتقلات، ومن لم يغادر 7 ملايين شخص غادروا سوريا مهجرين، بعضهم قصريين وبعضهم نازحين في أماكن أخرى، لن نسلم رقابهم ودمهم للنظام السوري بعد اليوم. يعني لن يسلموهم الحكم، ونحن لن نتنازل عن حق الشعب السوري. نحن هنا لندافع عن حق الشعب السوري وليس لنتنازل عنه. في قرارات دولية أقرت هذا الحق، نحن هنا لتطبيقه بكل بساطة. ليس لدينا شروط مسبقة، يعني ما يتحدثون عنه من شروط مسبقة هو غير صحيح، والسيد ديمستورا نفسه أقر ذلك في هذه الجولة، أن مجموعة المعارضة أو الهيئة العليا للمفاوضات لا تأتي بشروط مسبقة، تأتي لتتحاور. ونحن طلبنا من أول يوم، وأنا ظهرت معكم أستاذ مهند صحيح. من أول يوم وصلت فيه إلى جنيف منذ 15 يوما أننا نريد مفاوضات مباشرة وليس محادثات، لأننا جديون في الانتقال السياسي وتطبيق القرارات الدولية. هم مسؤولون عن هذا الفشل لأنهم يعرفون أن الانتقال السياسي أصبح قاب قوسين أو أدنى، هذا ما يخيفهم. وهذه الدولة الأمنية التي على رأسها بشار الأسد ونظام الأسد، عندما يتم تفكيكها سيتم تفكيك الرأس، لا يمكن تفكيك الجسم بدون تفكيك الرأس بكل بساطة. شكرا لك مرح، السيدة مرح البقاعي مستشارة الهيئة العليا للمفاوضات السورية كانت معنا مباشرة من جنيف، وشكرا لضيفنا من القاهرة الدكتور محمد شاكر المتحدث باسم قوات النخبة السورية، شكرا لكما.